هذا اليوم معرض بالسيارات الكلاسيكية، إحياء لليوم العالمي لمرضى الكلى. طبعا كان الفكرة من أعضاء الفريق من سنة أو سنة ونص فاتت بيل جروب. حيينا العام السنة اللي فاتت هذا المعرض بنفس الشيء، يعني بالتبرعات بالدم وبالمادة يعني بالفلوس لمرضى الكلى. قررنا طبعا ان نكون هذا التاريخ كل سنه بعون الله راح نحيوه بالسيارات الكلاسيكيه. قلنا في التاريخ هذا كل سنه بالسيارات الكلاسيكيه تبرع لمرضى الكلى. تبرع بالدم راح يكون لصالح مرضى مستشفى الكلى اللي هو مصرف الدم مستشفى الكلى الزاويه، والتبرعات الماديه طبعا هي الفلوس راح تكون اللجنه للجمعيه الليبيه لزارعي الكلى، يعني هم اللي مختصين في توزيع الأدوية أو توزيع المعونات لمرضى الكلى.